السلام عليكم الإخوان الأخوات. كان هناك يعني اليوم وجدت هذا كان هناك شيء جديد فيما يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية. فالشيء الجديد هو أن الوزارة وزارة العدل أو ليس وزارة العدل بالضبط ولكن القائمين على القانون أن ما ننساوش على أن هناك قانون كيضبط جميع الجوانب وجميع التفاصيل اللي من خلالها كيتم تحديد شروط إعطاء أو منح الجنسية الإسبانية إلى شخص معين يعني الأمور هكذا يعني كيف هالقانون كيضبط الشروط كيفاش غادي مثلا شنو الشروط اللي كاينه مثلا شرط انك تجتاز امتحان فاجتياز امتحان موجود في واحد القانون اللي تم وضعه مثلا هذه سنه مثلا الان خرج ما يسمى اوردين مينيستريال حنا نقولوا واحد يعني الوزاره امر وزاري نقدر نقول على انه امر وزاري كيجي كيوضح بحث الجوانب لان القانون اللي لما كيخرج كيكون يمكن فيه مسائل عامه وبعد ذلك كيجي واحد مثلا هذا الاوردين مينيستريال وكتفسر بعض الجوانب اللي كتكون ما توضحتش وبعض النقاط اللي ما كانتش واضحه في القانون وبالتالي كيجي هذا الامر الوزاري يمكن تشوفوه في البوليتين اوفيسيال دي الاستادو يعني الجريده الرسميه بحال المغرب ملي كيخرج شي قانون كيخرج في الجريده الرسميه كيخرج بواحد نوميرو هنايا عندي 1625 برا 2016 30 سبتمبر هذا الامر هذا خرج كيوضح بعض الجوانب في القانون ديال منح الجنسيه واللي غدا غادي يدخل حيز التطبيق اوكي لانه خرج في الجريده الرسميه هاد النقط هادي غنشرح لك يعني نشرح لكم شويه شنو جا في هاد الامر الوزاري انا وضعت عده نقاط هنا غادي نتحدث عليها بالنسبه كيقول لك نيسيساريو ماركار يعني الكاسيه ديال اوتوريسار يعني اوتوريسار ان الفونكسيوناريو يقراو بالنسبه للمينيستيريو فيسيا تقدر تدخل تشوف الانتسيدنتس بيناليس اسبانيا اوخو لهاد الداتو يعني انك ضروري تعطي الموافقه ديالك على ان الوزاره تقوم يعني تفيريفيكار انها تاكد من صحيفه السوابق ديالك في اسبانيا ماشي في المغرب مثلا كنت مع المغاربه فصحيفه السوابق ديال المغرب هذه انت كتجيب هذه ضروريه لا نقاش فيها ولكن كاين صحيفه السوابق صحيفه السوابق مثلا في اسبانيا يعني طول المده ديالك ديال 10 سنين مثلا اللي قضيتها في اسبانيا فيمكن انسان يكون ارتكب جناح ارتكب عنده قضايا ويمكن يكون واخذ احكام حنا كنحطوا على احكام اللي صدرت في حق انسان او مواطن فهاد الاحكام كتوجد صحيفه السوابق كتسمى انتسيدنتس دي بيناليس انت كتختار كتعطيهم موافقه ديالك اذا ما عطيتيش الموافقه ديالك فمن الضروري عليك انك تحضر هاد الشهاده تجيبها يعني كتطلب يعني هذا موضوع اخر مهم اذا مشي الانترنت غادي عمل انتسيدنتس بيناليس كومو بيدير لا اذا هنا تقدر يا اما اذا ما عطيتيش شي كونسنتيمينتو خصك تجيبها وتطلعها في الدوسي اللي غادي تطلعو باغ انترنت هذه نقطه بالنسبه خصك تعطي الاوتوريزاسيون ديال فيريفيكاسيون سيرتيفيكادوس ديال سيرفانتيس مثلا ولا ديال جوج الامتحانات اذا ما عطيتيش الكونسنتيمنت ديالك اولا كتعطي الاوتوريزاسيون انهم يفيريفي
هاد السيرتيفيكات كما شرحت في فيديوهات سابقة كاين واحد البوطون تما تضغط عليه فالمينيستيريو كيتواصل مع الموقع ديال سيرفانتيش وكيقول على انك واش استطعتي تجاوز هاد الامتحان بنجاح ام لا سيرش ابتو او نو. اذا هذه النقطة. كاين نقطة اخرى اذا احنا ما اخترناش هذه نقطة مهمة جدا وانا كنركز عليها الا هي انك ماركر الاوبسيون كسيتا كاين واحد كسيتا واحد المربع كيقول لك اذا بغيتي توصل بالنوتيفيكاسيون تاع الكترونيكاس يعني انهم يتواصلوا معك انهم يرسلوا لك يعني اذا جاوبوك بالموافقة على منحك الجنسية ام لا او رفضوا لك او طلبوا لك شي مثلا شي وثيقة كانت عندك ناقصة فهما عندهم جوج طرق يا اما يتراسلوا معك عن طريق البريد العادي الورق كتجيك رسالة لاخر يعني العنوان اللي عطيتيهم اخر عنوان يا اما كتجيك رسالة الى الكوريو الكترونيكو للبريد الالكتروني الخاص بك. اذا هنا انا كنفضل دائما نعملوا هذه النقطة البريد الالكتروني لانه اسرع و يعني انا كنظن انه احسن اوبشن احسن اختيار. طبعا دائما نكونوا حارسين على ان دائما يكون عندنا استطاعنا ندخلوا لديك الايميل هذاك لا نعطيوه لهم لان في بعض الاحيان يمكن نعملوا اي ايميل يمكن نساو كونتراسينيا ديالو وبالتالي هما سردوا لنا نوتيفيكاسيون وحنا مسيخي اخبار وما ما ما قدرناش ندخلوا لان في كثير من الاحيان يكون عندنا ايميل بحال ما كنكونش واضعين فيه التليفون ديالنا او ايميل بديل بحيث ان ملي يكون عندنا دائما التليفون او الايميل البديل فكيكون من السهل جدا علينا اننا نسترجع كلمه المرور او الدخول الى البريد الالكتروني وبالتالي كنقدروا نشوفوا جميع الرسائل. ما تنساوش على ان هاد كتخرج الريزولوشن يعني تخرج الورقه اللي كتقول لك على انك تمنحتي الجنسيه فامامك واحد الوقت معين باش ديك لان هذاك القرار كيكون ماشي ما عندوش لا نهايه يعني ماشي تجيك القرار تقول انا تامر بعد سنه عاد نمشي نسوي الاوراق لا كيكون مثلا عندك 3 شهور مثلا. انا كنقول هذا الكلام لانه مهم جدا كيجي في القوانين ف مهم جدا ان نكونوا ما غادي يصيفطوا لنا ديك النوتيفيكاسيون اذا كان عندنا يعني لاكسي اذا كان عندنا القدره ان نتوصلوا بديك القرار عن طريق البريد الالكتروني فيكون اسرع جدا وغادي نتصرف لان كاين واحد نقطه مهمه جدا قريتها يعني في شويه انا دخلت لها الاوردين مينيستيريال كيقول لك على ان المعني بالامر لديه 3 شهور ابتداء من اليوم الموالي لتوصل بالنوتيفيكاسيون يعني لا طلبوا لك شي ورقه فابتداء من النهار الثاني لتوصلك بديك الطلب هذاك اللي غيوصلك اما عن طريق البريد اما عن طريق البريد يعني البريد العادي او عن طريق البريد الالكتروني رقم يوم الموالي لديك 3 اشهر انك ترد عليهم وتصحح الملف ديالك بانك كتجيب لهم ديك الورقه اللي ناقصه. اذا مهم جدا هاد النقطه هاد عندنا 3 شهور اذا ما رديناش 3 شهور فالكاسو ديالك غيتارشيفا يعني كيتارشيفا يعني كيدخل صافي كيرجع ما كيبقاش يعني الموظف كيشوف انه ناقص كيتارشيفا وخصك تعاود الامور من جديد. اوكي اذا مهم جدا انتباه لهذه النقطه هذه. نقطه اخرى اللي مهمه جا بها الامر الوزاري بالنسبه للشواهد اللي كتبين المستوى ديالنا واللي هي ضروريه باش يمكننا الجنسيه هذا هي سيرتيفيكاد مقنون ديال المستوى ادوس ديال سيرفانتيش. هناك بشرى هي انها كاين حالات يمكن يتقبل منا يعني ماشي بالضروري تدوز امتحان مع سيرفانتيش يمكن مقبولين الشواهد اللي كتعطيها الوزاره ديال التربيه مينيستيري ديال الادوكاسيون الاسبانيونه وزاره التربيه الاسبانيه. فهناك شواهد اللي هما عارفينها شواهد اللي كتدل على هاد مثلا النيفو ديالك غتكون واحد الطابله ما يخرج واحد الطابله ديال الكيفالونس كاين شواهد من مينيستيري الادوكاسيون على المستوى كيكون تيتولو كيكون شهاده معترف بها فهذه جائزه مقبوله غيتقبلوك ايضا
شواهد من كونسيخيريات الكومونيداد سوتورما. كما كتعرفوا ان اسبانيا الان موجوده يعني كتقسم لجهات، كل جهه لديها ما يسمى كونسيخيريه. كونسيخيريه زي ما نقولوا بحال هذيك الجهه، الوزاره ديال ديك الجهه اللي مختصه، اللي عندها الكومبيتنسيا، اللي عندها الصلاحيه للتعليم. مثلا يكون مثلا عندنا كومونيداد اوتونوما دي مدريد، يعني الكل كيعرف ان كاين الحكومه المركزيه اللي عندها اختصاصاتها، وكاين الحكومات المحليه اللي تهي عندها اختصاصاتها واللي تعطاتها مثلا اختصاصات في التعليم، في الصحه. فشواهد اللي كتكون خارجه من هاد كونسيخيريات دي كومونيداد اوتونوماس، يعني كل جهه، يعني برشلونه، جينيراليتاد، او كومونيداد اوتونوما دي مدريد، او كومونيداد اوتونوما دي ريستو دي اسبانيا، تا هما كيكون عندهم شواهد كومبيتنسيا تاعهم قبولين. شواهد اخرى ديال اسكويلا اوفيسيالز دي ديوماس تاع هما قبولين، كاين اسكويلا كاين دارو تكونوا اسكويلاس اوفيسيالز، اوكي، هادو تاعهم قبولين. كاين ما يسمى سيرتيفيكاد سيكلو اليمنتال، هما لي شواهد موجوده اذا انسان عنده تاهي مقبوله، والسيرتيفيكاد ديابتيكو. على كل حال، كل هاد المعلومات اللي كنقول لكم عليها فهي موجوده في الامر الوزاري، ممكن لكم بكل بساطه تعملوا الامر الوزاري الخاص كما قلت لكم. انا جبرت هنايا الرقم ديالو عندك خطا او اس برا 1625 برا 2016، وموجود فيها كل هاد التفاصيل هادي. انا طبعا انا حاولت نعطيكم ملخص، اوكي، ملخص للاستفاده. بحال دابا هاد المساله ديال الشواهد وقع فيها تغيير، ماشي حد البارح او اليوم كانوا كيتقبلوا فقط شواهد 14، ما كانش عندك اوترا بوسيبيليتي، او راتي نش اوترا بوسيبيليتي يطرش اوتراس، يعني تيتولوش كي سي بودين ادمتير هاد التيتولوش اللي مثلا كيتقبلوا. كاين بشرى اخرى كنعطيها للناس اللي ما كيعرفوش يقراو ويكتبوا. فهاد الناس هادو عندهم واحد بوسيبيليتي، عندهم واحد طريقه اخرى. اذا ما كتعرفش تقرا ولا تكتب، فكتخصك تقدم طلب للوزاره ديال يعني وزاره العدل باش يتم اعفائك من الامتحان. ولكن هذا طلب، يعني اسمنا سوليسيتود، غتقدم طلب للوزاره وغطف ان يتم الاعفاء ديالك من هذه الامتحانات ديال اسبانيا، وانا ما كنعرف لا تقرا لا تكتب، وخصك تستنى الرد ديالهم. المهم على الاقل هنا فتحنا واحد الباب الامل للناس اللي ما كيعرفوش يقراو ويكتبوا. هذه بشرى. نقطه اخرى بالنسبه للناس اللي ان سيدو سكولاريزادوس ان اسبانيا، مو امبورطانت، يعني اللي دخلوا المدرسه ولكن في اسبانيا. كاين ناس مثلا يجي يقول لك انا دخلت ولدي او قريت في مدرسه اسبانيا ولكن مثلا في المغرب خارج التراب الاسباني، فهذه غير مقبوله انك مثلا تجيب لهم هذه الشهاده. الشهاده لازم تكون سكولاريزادو، اوكي، يا استوديادو لا سيكونداريا. السيكونداريا معروفه، يعني اللي ساكن في اسبانيا هو عارف. بالنسبه للانسان اللي يقرا السيكونداريا عنده شهاده انه دوز سيكونداريا، فهو معفي من انه يدوز ديك الامتحانات، لان كيتسمى على انه دخل مدرسه الدوله وقرا حتى السيكونداريا، حتى هو معفي. ولكن تكون في اسبانيا، ما يجيش واحد في المغرب يقول لك انا قريت يعني فعلا مدرسه ديال، احنا كنعرفوا مثلا في مدن في المغرب تطوان مثلا حسينتو، ولا فهي مدارس تابعه للدوله الاسبانيه على ما اعتقد، وشواهدها يعني بحال اللي كتقرا في اسبانيا. ولكن هنايا الاوردي مينيستيريال خصت وهضرت بدقة على أن لازم يكون دوزت سكولاريزاسيون ديال سيكونداريا في اسبانيا، يعني داخل التراب الاسباني. سبتها مثلا هذه راه مقبول، يعني سبتها او ما كيعتبرها داخل التراب الاسباني. واحد نقطة اخرى بالنسبة ل سيرتيفيكاد انتيسيدنت بيناس اللي كنجيبو من برا، حنا بالنسبة للمغرب ما كاين مشكل في هذه النقطة لأنه هو محدد في 3 شهور. ولكن بالنسبة للشواهد، أنا كنتكلم بالنسبة للناس من دول أخرى اللي يمكن أن الشهادة أو حسن السيرة والسلوك ديالهم أو صحيفة السوابق العالم كما يسمونها في دول أخرى، فكل دولة غتكون عندها واحد المسمى معين، ولكن كاملة كتعني واحد حاجة، سيرتيفيكاد
داتا سنتر فيناليست في البايسيس ديالو في الدول ديالو، صحيفه السوق ديالو في الدول ديالو. فاذا ما كانت فيها الفيتشا يعني ما كيقولش شحال مده الصلاحيه ديالها، ولكن حنا في المغرب كيحط لك 3 شهور. دونك انا ما كنهضرش على هاد الكاع، كنهضر على لو كان ما كيحدد لك شي مده صلاحيه. ف اذا ما عندكش محده فالقانون الاسباني كيعطيها 6 شهور ديال انها باليدة، انها يعني تقدر تتبع. اوكي هذه النقطه. نقطة أخرى على ما أعتقد اللي فهمت أنا بالنسبة للتيمات الخورة، يعني غنمشيون طبعا الخورة هي أنك كتخورار كتحلف باليمين ديالك أنك غادي تحترم الدستور الإسباني والنظام الملكي. طبعا ما تخش في التفاصيل هذه، فهذه الخورة ملي كتعطى لنا الجنسية فكيكون علينا واجبات، هناك واجبات. فما أن ملي كتعطى لك الجنسية، راه الجنسية ماشي ورقة وسالة، الجنسية راه بحال واحد نقولو عقد، كاين واحد كتمضي واحد العقد، هذا العقد بينك وبين الدولة الإسبانية، فأنك كخصك تحترم الدستور الإسباني، وأنك بالنسبة ل انك تحترم القوانين الاسبانيه. وطبعا احنا معروفين عندنا نظام ملكي، فالملك يعتبر يعني هو الممثل لهذا، وخصك تحترم كل هذه الاشياء. الانسان يعني ما يطلب واحد الجنسيه ماشي واحد الورقه والسلام ودايزي وحنا نبقى ندخلوا بها، ندخلوا بلا فيزا وما عرفتش شنو. نو نو، راه كاين واجبات عليك، راك هذه الدوله هذه راه يعني غتعطيك الباسبور ديالها، وراك غيكون عندك مميزات. طبعا هي راه اطار كدول اجمعين او الدول كاملين، فهي كتدافع على المواطن ديالها، ولكن المواطن ديالها كمان لديه حقوق فعليه واجب. نهار نجيو من الخوره، نهار نجيو نحلفوا اليمين بعدين غادي نحترموا القانون الاسباني والدستور الاسباني وكل ما يترتب على ذلك. ف كيظهرلي على ان في اللحظه ديال الكوره غادي يطلبوا لنا ديك الورقه. انا ماشي متاكد من النقطه 100%، ولكن على هادشي اتي اللي فهمت من المعلومه، انا اللي ما شفتش صراحه هذا، ولكن انا تصمت على فيديوهات. المهم جا فيها ان بالنسبه للناس اللي طبعا يتقدموا عن طريق الانترنت، فهذيك الورقات كيحتفظوا بهم، ضروري يحتفظوا بهذا الورقات هذا. هلا جاو عندهم الكوره غادي يجي وغادي يشوف ان غادي يتاكد ان هذيك الورقه اللي دفعناهم اول مره عن طريق الاسباني فهما مطابقين للمعلومات الموجوده عندهم انها اوراق صحيحه ولا غبار فيها. بالنسبه للناس اللي يدفعوا في الرخيص باش يسيدوا مباشره، فهذا ما يكونش عليهم انهم يعني الاوراق يوريهم مره. اذا هذا فقط بالنسبه للناس اللي يدفعوا عن طريق الانترنت. هناك نقطة أخرى حتى هاد تحدث في الامر الميزاني. فهناك قبل شحال هذه كان انسان كيعمل الخوره ديالو كيمشي لرخي تروسي ديال كيعمل حلف اليمين على مواضيع السبيطار القوانين وكدا وما عرفش الدوله الاسبانيه طبعا كل ما يترتب على ذلك. بعد ذلك يعني الرخي تروسي ما كانش يدوز وقت طويل باش الرخي تروسي تحصل على الاسكريبسيون ديالو، يعني بحال اللي نتينا بحال تخلق من جديد، جات تخلق من جديد هي تخلقتي يعني راه عندك شهاده جديده، ولكن انت مع الدوله هذه غادي يديروا لك واحد الشهاده ازدياد، شهاده ازدياد هي اللي عليها العمله، هي اللي طالع عليها الدخل كان هي ديك شهاده ازدياد، ديك شهاده ازدياد غتخرج البطاقه الوطنيه وتخرج الباسابورتي اللي كنعرفوا كاملين يعني الحلم ديال المهاجرين والحصول على جواز السفر او على البطاقه الوطنيه اللي كتحول لك بزاف ديال الحقوق ومن الميزات. اذا هنا بشرى فشحال هذه كان يمكن بعد ما تحلف اليمين فتجلس ما نعرف يمكن شهور وشهور عده كتسنى شهرين ثلاث شهور اربع شهور على حسب رخصة الترسيب في كل منطقه، لان من نفس مدريد مثلا يكون عليهم ضغط كبير، يمكن رخصة الترسيب في شي منطقه نائيه مثلا في شمال او في جنوب في منطقه اللي ما فيهاش مواجهين بزاف فيمكن ما تتاخرش، ولكن هاد الانسكريبسيون اللي يعني يسجلوا في الحاله المدنيه ويخرجوا لك عقد ازدياد اسباني، انا يوليو عندنا جوج عقد ازدياد هذا المغربي الاصلي وهما بناء على ذاك عقد ازدياد المغربي كيخرجوا لك واحد
عقد ازدياد ثاني اسباني حلا نخلقه لكن هذا هو الواقع. اذا ما بين الحلف اليمين وما بين ان نعطيوك ديك الانسكريبسيون اللي بيها غادي تمشي اللي عليه طالع الروايه اللي طالع الفيلم كامل انا بيها غادي تمشي تخرج الباسبور ولا البطاقه ولا البطاقه الاسبانيه الوطنيه ف القانون تحدد 50 خصو نعملو ديك الانسكريبسيون على ما يقوله القانون. على كل مكان هذه حاجه هذه نقطه مهمه يمكن مع الوقت في الفوتورو كمان هذا العام الاولين فيه بزاف الحاجات يمكن دائما عندما يطبق اي قانون العام الاول السنه الاولى كتكون شويه صعيبه لان هناك قوانين جديده كتطبق الدوله باقي ما تروداتش هادشي شي بحال الروداج كتروداج شويه. إذن هنا هذه مزيان حدد القانون 50 ما بين الأخورة وما بين الإنسكريبسيون في الرخيص الإلكتروني هذه نقطة مهمة. كاين واحد النقطة أخرى بغيت نشير ليها أن البلاصة ديال ريسولفير نوتيفيكال ريسولفير عندهم أنيو سي باسادو الأنيو نو no ha recibido la resolución expresa la solicitud se entenderá desestimada por si mismo con la administración. أن القانون يحدد على أن الإدارة الإسبانية ملزمة على أنها ابتداء يعني هل غادي ينفعوا ناخذوا الريسبوار ديالنا نحطوا الملف ديالنا عند وزارة البلاد فأمام الإدارة سنة كاملة لإجابة باش يجاوبوا علينا إجابة علينا يعني بالقرار ديالها واش تمنح لنا ولا ما تمنح لناش الجنسية. هنا القانون يحدد سنة كاملة وإذا تم تجاوز هذه السنة فالطلب سيعتبر ضمنيا تم رفضه يعني ما تمناش الجنسية لان هذا كيتسمى يعتبر صمت اداء مثلا انا ترجمته هكذا صمت اداء اداره ما ردتش عليك ما عطاتكش ما قالت لك والو يعني ما ردوا عليك ما والو فهنا القانون كيقول لك يعتبر يعني حل ارتبط. وطبعا هذه مسائل قانونيه يمكن غترتب عليها اشياء اخرى ولكن المهم اللي بغيت نقول انا ان القانون كيقول سان هذه مزيانه واحد يعني خبر ممتاز لأن قبل ذلك كان الناس كيتسنوا 3 سنين 4 سنين يعني يعني مدة طويلة يعني تخيل إنسان تسنى 10 سنين باش يدفع وزائد على ذلك يضطر إلى انتظار 4 سنين خصوصا مع عهد الأزمة اللي موجودة الآن كل لا يخفى عليه أن الجواز الإسباني لديه الكثير من الميزات. بالتالي القانون هذا يقول لك لا فالإدارة الإسبانية ملزمة لأنها ترد عليك إذا ما ردتش عليك بعام فيعتبر قرار يعني أنهم تم رفض المنحة يعني تم رفض الجنسية منح الجنسية الإسبانية. بالتالي عندك طريقة أخرى أنا ما ندرس عليها لأن تكلموا في محامي علمنا إذا ما ردوش عليك فالإنسان يقدر يرفع قضية أمام المحكمة يشوف علاش هاد علاش تم علاش ما ردوش عليه. المشكلة اللي وقع الآن هو أن الكل يعلم أن أوائل الملفات التي تم دفعها بالقانون الجديد هي بدأت يعني بدأت في أكتوبر 15 أكتوبر 2015 الآن تقريبا غادي تنتهي سنة ديك البواصل الاولى عليه مر عليهم سنة وباقي ما كاين حتى شي جواب كما شرحت قبل في فيديوهات اخرين. مشكلة ان الدولة قانون باقي جديد طلبات كثيرة وقع مشكلة على ان القانون يقول شيء والتطبيق يقول شيء ممكن انه بعد سنتين ثلاث سنوات ان مسألة منح الجنسية ستكون يعني تكون سريعة جدا ممكن تكون شهر 17 كان يجاوب عليك ولكن ماشي ما كملش جاوب. المهم حنا غننتظرو اذا كان شي جديد انا نقول لكم على كل موقع ديما وقع بزاف هذا الامر اللي زاريده هذا كيفرح شويه لان
كان شويه الغموض على بزاف ديال النقاط، لان الان يعني هذا كيبين على ان كاين ناس في الوزاره او ناس اللي هما يعني اللي منوط بهم انهم يوضحوا للناس هذا القانون، لان هذا قانون هذا شغل كثير يعني. القانون يخرج من البرلمان او من الحكومه الاسبانيه خصو وقت باش يطبق. طبعا الله اعلم يعني كيفاش غادي يحل هذا المشكل هذا، ولكن طلب الله خير ان بعد يمكن السنه هذه يمكن يقوم بشي مجهود خاص باش يحل هذا الاشكال، لان كاين كثير من الطلبات. المهم هذه هي النقاط اللي كنت باغي نهضر عليها، ونتمنى على ان الاخوان يستافدوا من هذه النقاط هذه. وكاين نقاط جديده كما قلت، الناس اللي ما كيعرفوش يقراو يكتبوا فتفتح لهم واحد الباب ان شاء الله يكون خير بالنسبه لهم. ونتمنى لكم الخير. اي واحد اذا بغى يتواصل انتم عارفين، خلوا التساؤلات ديالكم كنت تكتبوها، يمكنكم تواصلوا معايا مع الايميل ديالي راه معروف. وشكرا على الاستماع ديالكم على الوقت ديالكم.